نبدأ. أحمد، احكي لي من فين كانت البداية؟ البداية كنت قاعد أنا ومحمد وعمر، إحنا أصدقاء، إحنا التلاتة يعني في اللي بيشتغل بالفن وفي اللي مهتم بالفن، وعندنا فكرة إن إحنا كنا نعمل مشروع مزيكا. المشروع بيهدف إن الناس وهي قاعدة فيه تحس إنها مش بتسمع، تحس إنها جوه كيان روحاني. البداية كانت مع محمد بكر، قرر ان هو يعمل فريق حضرة، وبعد كده ابتدى عمر يقول طب ليه ما نخليش الموضوع اكتر الناس تشارك فيه، يعالجهم نفسيا وروحيا. ابتديت احط فكرة ان ليه ما نخليش المشروع مش حضرة بس، ليه ما ندمجهوش بالوان اخرى عشان اي صاحب فكرة او اي صاحب اعتقاد يحس ان هو موجود مكانه. والفكرة ابتدت من هنا، وابتدينا نوزع الأدوار وابتدينا نشتغل يعني عليها.